السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد ذلك شيخ، كنت عايز أسأل بالنسبة للفيزا اللي هي المشتريات اللي هي بالآجل، نعم، هل يجوز إن أنا أدفع بيها حاجة من على النت مثلا، بس الحاجة دي بعملة أجنبية؟ يعني أنا مش سؤالك تداخل، يعني إيه بالآجل؟ هتدفع عليها فوائد ربوية ولا بالآجل؟ مجرد بالآجل سؤالك غير واضح. لا تمام، هي فيزا مشتريات هي بالآجل بس مش هندفع عليها غرامة. لن تدفع غرامة، فأنت لن تريد ادفع غرامة تسددها بالدولار بدلا من الجنيه. ما هي لا هي بالجنيه، بس لما ادفع حاجة اونلاين هدفعها كده بالدولار. وأنت متراضي وهم متراضون؟ بس هي لا بأس.